يا هلا وسهلا فيكم. تعرفون هذا ايش؟ هذا واحد من ثلاثة احواض بحرية يتم بنائها هنا في مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية في رأس الخير. هذا المجمع يضم ثلاثة احواض ضخمة بمساحة تقدر بمساحة 14 ملعب لكرة قدم. مع اكتمال الاعمال في هذا المجمع بإذن الله سنويا سينتج 25 سفينة مساندة، وسينتج ايضا 4 حفارات بحرية بالإضافة إلى 10 منصات بحرية. سيبني هذا المجمع أيضا 18 سفينة نقل تجاري، منها 3 ناقلات نفط عملاقة، وسيتم إصلاح هنا ما يقارب 260 قطعة بحرية بشكل سنوي. أي مركز للصناعة البحرية يجب أن يمتلك حجم أحواض كبير جدا، أيضا قدرة رفع عالية. هذه الميزة التنافسية يمتلكها مجمع الملك سلمان باقتدار، ومع وجود هذه الرافعة العملاقة التي عندما ترتفع سترتفع إلى 140 متر، حمولة هذه الرافعة وقدرتها على الرفع تصل إلى 1600 طن مع 3 رافعات أخرى، هذه كل واحدة فيها 500 طن. هذا يعطي هذا المجمع قدرة رفع تصل إلى 3100 طن، هذه غير موجودة في أي مكان في العالم. هذا واحد من أهم الأقسام الرئيسية في مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية هنا في رأس الخير، وزي ما انتم شايفين الأعمال تجري على قدم وساق لإنجاز هذا الصرح الكبير. البعض يعتقد أنه هذا الصرح سوف يتم فيه تجميع السفينة وتعويمها، أبدا، اللي راح يكون هنا هو تصنيع كامل السفينة وتحويلها من مواد خام إلى سفينة عايمة في البحر بتقنياتها بمحركاتها بكل ما تحتاجه هذه الصناعة. الهدف هو توطين الصناعات البحرية في المملكة العربية السعودية وتوفير أكثر من 80,000 وظيفة بشكل مباشر وأيضا بشكل غير مباشر، ودعم كثير للمحتوى المحلي. هذا القسم هو واحد من الأقسام السبعة المنتشرة في هذا المجمع. بإذن الله قريبا سنحتفل بتعويم أول سفينة أو أول منصة بترول أو أول حفارة بحرية أو أي قطعة بحرية سوف يتم تصنيعها داخل هذا المجمع الضخم. تفاصيل أوسع لكل هذه العمليات الإنشائية داخل هذا المجمع تتابعونها.